طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم في هالفيديو راح نحكي بصورة سريعة عن المواقع اللي انتشرت مؤخرا، اللي من ضمنها مواقع زي كافي 24 وغيرها من المواقع اللي بتحمل نفس الاسم تقريبا وغالبا يمتلكها نفس الأشخاص، لكن اختلف الدومين شوية تبعهم. الآن راح نحاول قدر الإمكان إنه هالفيديو يكون مسجل لحتى الكل يكون عنده اطلاع على المعلومات اللي بيتم طرحها فيه. معلومة مهمة جدا لازم ناخدها بعين الاعتبار، انه هذا الموقع مش حيكون لا اول موقع ولا اخر موقع بيطلع، وبنفس الوقت المواقع اللي من النوع هاي صارت تنتشر نظرا لانه المعظم بيبحث عن طرق ربح سهلة. فأقصر الطرق على يعني الإجابة إذا هل الموقع هذا فيه نصب ولا لا، أو هل هذا الموقع يعني ينطوي على خداع للمستخدمين تبعونه ولا لا، أو هل هو مبني على تسويق الشبكة ولا الهرمي ولا لا، هي أنك تفهم آلية عمل الموقع. الموقع هذا الأمور اللي بتدل إنه أحد مواقع التسويق الهرمي والشبكي إنه بيعتمد على إنك بتكون فريق وبتربح من خلال أرباحه. يعني كل شخص، صحيح انت بتاخدش من ارباحه، لكن هو مجرد ما يفوت على الموقع نفسه ويعمل نقرات حسب ما سياسة الموقع بتوضح، فانت الشخص هذا كونه اجى من خلالك راح تاخد عليه نسبة او مبلغ، مش عارف دولار دولار ونص، تختلف الاليات تبعت الموقع هذا. ابسط سؤال ممكن تسأله لنفسك او لاي شخص دلك على الموقع، انه بما انه طريقة ربح الموقع هاي سهلة جدا، انه انت بس بتفوت وبتعمل لك 50 نقرة في اليوم، والخمسين نقرة هدول بتسكر الموقع وخلاص، تاني يوم بتفوت تعمل كمان مرة 50 نقرة في اليوم. طب ليش مصاحب الموقع هذا المبرمج المر خلينا نحكي ما يعمل سكريبت ويعمل نقرات لحاله؟ يعني ليش ما هي يعني شخص برمج موقع كامل من الصفر، هل تعتقدوا انه لا يمتلك القدرة انه يعمل سكريبت بسيط جدا ويعمل 50,000 نقرة في اليوم عن طريق سيرفر خاص فيه بتأجره $100 في الشهر بدل ما يدفع لكم آلاف الدولارات عشان انتوا تعملوا نقرات؟ هاي نقطة. النقطة الثانية، النقرات اللي انتوا بتعملوها الموقع بيوهمك انه انت بتعمل نقرات عشان تشتري منتجات على مواقع زي امازون واي باي والامور هاي. طبعا مش انت اللي بتشتري، الموقع بيشتري من فلوسه، انت بس عليك تنقر على كلمة شراء. يعني شوفوا سبحان الله ما اسهل الدنيا في النموذج اللي انا شفته على الموقع. يعني فانت هيك بترفع ترتيب المنتج هذا في المواقع اللي هي زي امازون وعلي اكسبريس واي باي على اساس انه المواقع هاي يعني برياله زي ما بيحكوها، ما بتفهم، وسهل جدا انه هي بنخدع بانه شخص بيعمل 50 نقره في اليوم من نفس الاي بي، هذا الشخص بيشتري 50 منتج من نفس الموقع من مواقع مختلفه. غالبا لو هذا الاشي كان واقع وحقيقي المواقع هاي بتسكر الحسابات تبعت الاشخاص اللي بيعملوا الحركات هاي، عشان بس تكون عين الاعتبار. يعني الآن نقطة ثانية بتوضح لك إنه الموقع هذا موقع خادع، إنه الموقع بدأ باسم كافيه 24 اللي هو الاسم اللي الكل تعرف عليه، بعدها شوية شوية الموقع صار اسمه أو ضايل كافيه 24، صار الآن في له اسم ثاني كافيه 889، بعدها كافيه 189، وصار بعدها كافيه 5. يعني الزلمة مش مغلب حاله إنه يغير اسم كافيه، بيستخدم نفس السكريبت وبيغير الدومين، فالناس لما تدور وتبحث بيطلع لها موقع كافيه سواء كان 5 24 889، في النهاية بتسجل هي على أساس تبدأ تنقر. ونقطة برضو بتوضح لك الموقع نصب، إنه في البداية كان بتيح لك تسحب الأرباح بكل سهولة، الآن حط لك شرط إنك لازم تودع $100 عشان تتمكن من سحب مبلغ فوق $100. ليش؟ ما مش لحاجة واضحة، خلاص بس هيك يعني. طبعا بالإضافة لموضوع إنه نقطة الكل بيحكيها للشخص اللي بينضم من خلاله، ما تنشر الرابط على الفيسبوك. ما يعني شوفوا كيف بيحكي لك، يعني إحنا ما بدنا تنشر على الفيسبوك وتشهرونا على الفيسبوك، بدنا إياكم تنشر الرابط بين أصدقائك والعائلة والأمور هاي على أساس تضل الموضوع داخلي، ومش الكل يعرف إنه إحنا قاعدين بدنا نربح كل غزة أو كل العالم يعني. فليش تقنيا ليش هو بيحكي لكم ما تنشروا الرابط على الفيسبوك؟ لانه لو نشرتوا الرابط على الفيسبوك ونشروا عدد منيح من الاشخاص، غالبا الاشخاص اللي بينشروا الروابط اللي من النوع هذا على جروبات عديده بيتعرض حساباتهم للحظر، فالشخص اللي عرض حسابه للحظر لانه نشر رابط والفيسبوك كشف له انه الرابط هذا فيه مشكله، في النهايه مش هيشترك في الموقع اللي اسمه كافيه لانه تسكر حساب الفيسبوك من وراه. فعشان هيك بتلاقوا معظم الناس اللي بيجيبوا ناس ثانيه عشان يشتركوا في الموقع
بيحكوا لهم ما تنشروا الرابط على الفيسبوك، انشروه بس داخليا. طيب الان نقطة ثانية يعني ممكن احنا نوضحها، انه الموقع هذا حديث العهد. شو يعني حديث العهد؟ يعني موقع جديد ما له فترة طويلة موجود على الانترنت، خلينا نحكي، وسكريبته جاهز. ويمكن لو بعضكم غلب حاله وبحث شوية يلاقي نفس سكريبت، ممكن هو يعمل موقع مشابه له ويبدأ يحكي للناس تعالوا اعملوا نقرات وان شاء الله بتربحوا. طبعا حيجي واحد يحكي انه الموقع هذا دفع لي فلوس، يعني انا فعلا نقرت نقرات والله فتحها علي وربحت، يعني انا حطيت نقرت نقرات ب$70 والموقع طلب مني اودع $100 وحطيت $100 وسحبت $170. هذا اشي طبيعي، ممكن جدا انك تسحب. المعظم حيواجه مشاكل في السحب، لانه حيواجه مشاكل في انه يوفر $100 عشان يحطها في الموقع. لكن الموقع ليش بيعطيك فلوسك او ليش بيتيح لك سحب الارباح؟ لانه اي عملية نصب في البداية عشان تتم لازم تكون عملية مقنعة. كيف يعني؟ يعني انا لو حكيت لك اعطيني $1000 شغل لك اياه وحاعطيك كل شهر $100، فعليا لازم اول كم من شهر اعطيك $100، يعني حاعطيك من $1000 اللي انت اعطيتني اياه $100، الشهر اللي وراه كمان $100، واحيانا ممكن ادفع من جيبتي عشان انت تروح تحكي للناس عن العملية هاي اللي صارت، كيف انت ربحت من $1000 $100، يعني 10% ارباح شهرية صافية. فتجيب لي ناس تانيين مستعدين يحطوا $10,000، والناس التانيين هذول يجيبوا ناس تانيين مستعدين يحطوا $100,000، وهذول يجيبوا ناس تانيين مستعدين يحطوا $1,000,000 عشان ياخذوا 10% ارباح. فانا بكون حاط تارجت لنفسي، يعني شوف كيف حتى النصاب سبحان الله بيكون يعني عنده تارجت في الحياة، يعني بيكونش نصاب هيك عام، بيحكي انا مثلا بدي انصب لما اصل $1,000,000. فبروح اول ما يصير ايداع كبير في الموقع تبعه بقيمة $1,000,000 بسكر الموقع وبروح خلاص، انت فعليا اكتفى، نصاب محترم يعني، والدنيا رمضان بدناش نحكي اكثر من هيك. فالموقع هذا كل الدلالات هاي اذا كانت مش كافية بالنسبة لك انك تعتبر الموقع هذا موقع نصب، هذا معناه انه انت تستحق انه يتم النصب عليك صراحة يعني. لان تواصل معي انا ناس كتير بالخصوص، انا عشان هيك اضطريت اعمل فيديو، مع انه احنا المفترض كل المتابعين اللي عندي صار عندهم دراية بمواقع التسويق الشبكي والهرمي وصاروا خبراء في تحليل مواقع النصب يعني، لكن يبقى الحال على ما هو عليه انه في ناس كتير بتنغر وبتحتاج لفيديو مخصوص للمواقع الجديدة اللي بتظهر وفيها نصب واحتيال. وانا ارتأيت انه انا اسجل الفيديو هذا على الرغم من ضيق الوقت، يمكن الوقت متأخر شوية كمان، لانه ما بدنا الكل يقع فريسة لهاي المواقع، ما بدنا شخص يجر معه اشخاص تانيين من اقربائه، والاشخاص هدول يقعدوا كل يوم ينقروا 50 نقرة ويتوقعوا انه في حد ممكن يدفع لهم عشان قاعدوا ونقروا في الماوس 50 نقرة. فيش حد بيعطي لحد فلوس عشان ينقر له على الماوس، ما الشخص اللي انت بدك تنقر له بينقر لحاله او بيعمل سكريبت بينقر له 50,000 نقرة. فالنقرات هاي صدقا اذا انت معتبر انه نقرك هذا شغل وبيجيك من وراء فلوس، ف يعني بدك تراجع نفسك. نقطة تانية بدنا نحكي فيها اللي هي مش عارف، في موقع مختلف ببيع كتير نحكي كورسات وبيبيعها على اساس انه هو موقع زي مواقع التسويق الشبكي والهرمي، يعني انت بتشتري كورس بعدها بيفتح لك الكورس هذا باكيجات والباكيجات تفتح باكيجات وهكذا. طبعا المواقع هاي برضه يا جماعة الخير، اي موقع بيحكي لك ادعو اصدقائك للانضمام عشان تربح منهم، هذا بسموه الربح بالإحالة. امتى بيكون هذا الاشي منطقي ومضمون؟ لما يكون مع شركات كبيرة زي امازون، علي اكسبريس، اي باي مثلا، ممكن يعني. اما تيجي تحكي لي مثلا موقع ملوش شهر بيحكي لك ادعو العائلة عندك كلها تنضم، ولما تنقرك 50 نقرة في اليوم بعد اسبوعين حيصير عندك $100 في الحساب، بس ممنوع تسحب $100 الا لما تحط تودع في الحساب عندك $100 عشان تفرجينا انه انت جدي. ونقطة أخيرة بتوحي لك إنه الموقع هذا موقع نصب، إنه كل الدومينات اللي هو حاجزها على نفس الـ IP، يعني كافيه 24، كافيه 889، 189، وكافيه 5، وحيطلعوا كافيه 6 و7 و8، يعني الزلمة كل ما يزهق بيعمل دومين جديد، مش حيكلفوا الـ $10 يعني. كلها تم استضافتها على نفس الدومين وكلها حديثة وكلها بتستخدم نفس السكريبت. فهاي المواقع وغيرها الهدف النهائي منها إنه الشخص هذا يخلي عدد كبير من الناس يودعوا $100 يعلق عملية السحب، يعني هو فعليا شو حيعمل؟ حيخلي مثلا 1000 شخص يودعوا $100، هيك بيصير معه $100,000، تمام؟
حيخلي الناس هاي ما تتمكنش تسحب ارباحها اللي هي ارباح اصلا وهميه يعني لمده مثلا يومين ثلاثه، وحينزل اعلان غالبا انه في حاليا مشاكل في الموقع واحنا بنعمل صيانه عشان ماكنكم سحب ارباحكم. خلال الاسبوع هذا تبع الصيانه ناس ثانيه بتودع $100 عشان تتمكن منها تسحب الارباح تبعتها، فلما يصير معها 100 200 الف دولار بسكر الموقع وبتروح كل فلوسكم عليكم. فعشان هيك هاي الاليه اللي الموقع ممكن ينصب من خلالها. بتمنى يكون الحكي واضح. مرة تانية أي موقع بتشكوا فيه يا جماعة الخير بعتولي رسالة على الخاص، وأنا هحاول قدر الإمكان إنه أشارك معاكم إذا هذا الموقع فيه منه أمل ولا لا. الآن خلينا نشارك شوية من الحاجات اللي وصلتنا، يعني أنا وصلتني قناة التليجرام تبعتهم. خلينا نطلعكم على بعض التفاصيل من قناة التليجرام نفسها على أساس الناس اللي لسه يعني معتبرة ان الموضوع فيه جدل، او معتبرة انه يمكن في اخذ عطف الموضوع، او انه الجماعة هذول مش نصابين. في ناس تواصلت معايا حكت لي انه حكولهم ما تنشروا الروابط على الفيسبوك. في ناس تواصلت معايا حكت لي انه احنا سحبنا ارباح فكيف المواقع هذه نصب. راجعوا كل عمليات النصب يا جماعة الخير، هتلاقوا انه كل النصابين كانوا يدفعوا في البداية، يعني ما فيش حد كان ايش كان ما يدفعش. الان الجروبات تبعتهم بيحكوا لكم مثلا لا يزال عدد كبير جدا ممن قام بالانضمام الى العمل وقام بالايداع لم يقم بالانضمام الى قناه كافي بالعربي. طبعا بدهم الكل ينضم لقناه التليجرام تبعتهم. بضلهم ينزلوا مين اودع. الان تقوم فكره العمل المنصه، الان نحكي بس فكره العمل المنصه. تقوم فكرة عمل المنصة على زيادة مبيعات التجار من خلال تسجيل الطلبات المباعة على مبيعاتهم، حيث يتم رفع القيمة التسويقية من خلال تسجيل أكبر عدد مبيعات على المنتجات التي تظهر لك أثناء عملك على الطلبات. أنا جماعة الخير المنتجات اللي بتظهر لك أثناء عملك على الطلبات هي عبارة عن داتا. شو يعني داتا؟ يعني هو بيكون عامل في السكريبت تبعه يسحب البيانات تبعت المنتجات، اسم المنتج صورته وسعره، ويعرضهم أمامك. أنت لما تكبس الكليك تبعتك هذا مش معناه أنك أنت اشتريت المنتج، لسه عملية شراء المنتج بتتطلب انك تنشئ حساب على موقع امازون مثلا وتحط بيانات الشحن وتحط بيانات الدفع، وبعديها تعمل شراء للمنتج، بعديها تعمل تأكيد الطلب. فكل هاي الامور هو مستحيل يكون اختصرها عليك في نقرة واحدة بكم ثانية، تمام؟ فهذه احدى الامور اللي بتبين لك قديش العملية هذه عملية نصب. بالاضافة لانه لو انت نقرت 50 نقرة واشتريت 50 منتج ورا بعض في موقع امازون من نفس الاي بي في نفس الثانية او في نفس الساعة، غالبا امازون حيتواصل معك ويحاولوا يفهموا شو اللي بصير قاعد، يعني ممكن حتى يعملوا بلوك لحسابك. واسألوا ناس بتتعامل مع امازون بتتعامل مع المواقع اللي من النوع هذا. الان نكمل شرح في الموقع نفسه. من الطبيعي جدا ان يقوم اي متسوق عبر مواقع التجارة العالمية بشراء المنتجات الاكثر مبيعا على اي موقع تسوق، ومهمة كل موظف هنا هي رفع قيمة المنتجات لتسريع عمليات بيعها. يعني انت مهمتك تنقر نقرة حترفع قيمة المنتج، يعني يا سبحان الله. يعني انا مش عارف اذا في دلالات اكثر من هيك. بيحكي لكم برضو انه تقوم انت بانجاز كل طلب وتسجيل عملية شراء، ثم تقوم المنصة بمتابعة الطلب والامور هاي كلها. حكي فاضي طبعا، لانه زي ما حكيت لكم موضوع الشراء مش بالسهولة هذه، والناس اللي اشترت عبر الانترنت بتعرف الحكي هذا. طبعا بيحكي لكم يرجى من الجميع فهم آلية عمل المنصة جيدا وشرحها لكل اعضاء فريقه. ليش؟ لانه بدون فريق انت ارباحك مش هتكون كبيرة. طبعا اللي زي ما بيحكوها ما بيشوفش من غير بال بيبقى اعمى. اكتر من هيك توضيحات انا صعب اوضح. اذا اي حد عنده اي استفسار بامكانه يتواصل معي عبر حساب الانستجرام اشرف يشرح، او عبر قناة على اليوتيوب قناة فريق الهندسة التعليمية، او بامكانه يطرح اسئلته ويبعث لي اياها على الايميل او على رقم الواتساب اللي موجود غالبا بيكون اسفل الفيديو او في حسابي على الانستغرام. بتمنى انه يكون الشرح واضح بما فيه الكفاية انه يردع اي شخص يعني يعتقد انه ممكن يحقق ارباح من خلال مواقع من هذا النوع. مرة تانية حاب اوضح انه لازم تشاركوا الفيديو هذا مع اي شخص بعت لكم موقع مشابه لموقع كافي 24 او موقع كافي 24. يعني الفيديو كان شوية سريع، الوقت متأخر، لكن انا حبيت اوضح الامور هاي قبل ما ناس كتير تقع في المصيبة هاي اللي انا بعتبرها مصيبة.
في ناس كتير بتحكي طب انا ممكن اشترك في الموقع بنظام اضرب واهرب، يعني اشترك واعمل النقرات هاي، بعد ما اعمل النقرات هاي اودع $100 واسحب $100 مثلا، وخلي $100 تبعت الارباح موجوده، وانا بكون هيك ضمنت راس المال وبضلني اعمل نقرات. حتلاحظوا انهم حياخروا الدفعات، ولما يشوفوك بتتشاطر عليهم غالبا مش حيسمحوا لك تسحب. نقطه اخيره، انه السحب عندهم كله على نظام البيتكوين، يعني لازم تربط حسابك باينانس اعتقد او تحط رقم محفظه، واي موقع ما في دفع باي بال، ما في دفع كريدت كارد، اعرف ان الموقع هذا احتمال انه يكون نصاب 90%، واحتمال انه يكون صحيح وشغله تمام 10%. ليش؟ لانه المواقع اللي بتحترم حالها تتعاقد مع باي بال وبتعمل حساب بزنس عندهم، اما المواقع الفيج او الضبابيه او اللي شغلها مش تمام غالبا بيكون البيع والشراء فيها عبر البيتكوين او العملات الرقميه، لانه لا يمكن تتبعها. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب اليك، نشهد ان لا اله الا انت. اتمنى انه يكون رمضان خفيف عليكم جميعا، تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وانتم بخير.